2020 عاما ودعته إمارة الشارقة واستقبلت عام 2021 بعروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء الإمارة. مع دقات عقارب الساعة 12 منتصف الليل انطلقت احتفالات العام الجديد 2021 في واجهة المجاز المائية بألعاب نارية زينت سماء الشارقة في عرض ضخم استقطب العديد من الزوار للاحتفال بحلول عام جديد. من أهم الأشياء بالنسبة للناس اللي لمرتادين واجهة المجاز المائية اللي هي كل سنة تكون هذه اللحظة بالذات بالنسبة لهم، لحظة الألعاب النارية حدث مهم بالنسبة للناس، الناس تنتظره في كل سنة. حاولنا نراعي الأمور الاحترازية بأعلى قدر يعني نحن يعني كنا نقدر عليه. هذا وشهدت واجهة المجاز المائية العديد من الإجراءات الاحترازية لدخول الجمهور إلى منطقة الاحتفال، حيث وفرت بالتعاون مع المطاعم عروض تناول العشاء والتمتع بمتابعة الاحتفال وسط أجواء عائلية وآمنة. والله الألعاب النارية هنا مميزة بصراحة، وحتى فترتها أطول يعني من باقي الأماكن، يعني وممتازة حلوة، يعني احنا حتى أنا شفتها رائعة. الأشياء المبهرة موجودة، مكان الحمد لله نقدر ناخذ راحتنا فيه ونشوف الاحتفالات ونستانس ومنها نتعشى مع العائلة، وهذا الأمور طيبة يعني الحمد لله. الاحتفالات جدا رائعة يعني، وإجراءات احترازية يعني ممتازة أكثر من الممتاز، ونتمنى السنة الجديدة تكون تعم الخير والسلام ويكون خلصانين من الوباء والصحة والسلام للجميع، ونشكر حكومة الشارجة على يعني على الإجراءات الاحترازية. وحتى لا يفوت العرض كل من بقى في المنزل أو منعته الظروف من الوصول لموقع الحدث، واكبت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون تلك الفعالية بتغطية خاصة عبر طواقمها الفنية للاحتفال بالعام الجديد. عام مضى وآخر يفتح أولى صفحاته على أمل أن يكون عام خير وسعادة نشهد فيه انقضاء الوباء ونستشعر به نعمة الأمن والأمان. احتفالا بالعام الجديد، ها هي سماء الشارقة تتلألأ بالألعاب النارية وسط إجراءات احترازية ووقائية. لأخبار الدار، وليد الأصبحي، الشارقة.